السلام عليكم، برحب بحكم في لقاء جديد من طبيبك الخاص، وكل عام وحضراتكم بخير بمناسبة شهر رمضان المبارك. وهنناقش قضية طبية بسيطة ومهمة بالنسبة للمرضى بتوعنا، وهي مرضى الكلى. الناس اللي عندها مشاكل في الكلى، يا ترى هتقدر تصوم ولا لا؟ طبعا كلنا حريصين على الصيام. باكد يا جماعة ان مرضى الكلى مش كلهم عيان واحد او حالة واحدة او ظروف واحدة، احنا عيانين كده الكلى دول، ده علم اسمه علم امراض الكلى. في عندنا يعني حالات متنوعة جدا، في عندنا عيان عنده املاح وصديد بس، في عيان عنده حصى والحصى ده ممكن يكون سادد مجرى البول او لا، وفي عيان بيبقى عنده التهاب حاد في الكلى، وفي عيان عنده التهاب مزمن، وحتى التهاب المزمن ده انواع، في عيان بيغسل كلى، في عيان زرع كلى. كل حالة من دول لها وضعها الخاص. برحب بحضراتكم مرة تانية وكل عام وحضراتكم بخير. اولا بالنسبة للي عنده صديد واملاح، الصديد والاملاح يا جماعة ما يمنعوش الصيام، بس ممكن العيان يحس بزيادة الاعراض مع الصيام، وده فعلا بنشوفه في العيادات كل يوم. لما العيان يقول لك يا دكتور انا بروح الحمام يعني حجم الميه قليل جدا وبتحرق وبتتعب، فاحنا بنقول للعيان ده لان احنا اثناء الصيام طبيعي ان حجم البول يقل. فانت تحل المشكله دي ببساطه خالص، بتيجي في فتره بالليل تشرب اكبر كميه من الميه، شرب كميه كبيره من الميه ومعاها العصير وغيره، طبعا الميه هي الاهم، هيحل لك المشكله ديت وتقدر تصوم ان شاء الله، ما فيش اي مشكله. بالنسبة للناس اللي عندها حصى على الكلى يا جماعة، حصى الكلى ده نوعين، اما الحصى اللي موجود في الكلى ده بعيد تماما عن مجرى البول، يعني مش موجود في حوض الكلى ولا موجود في الحالب وراكن على جنب كده في الكلى، ده ما فيش منه مشكلة وما بيعملش ألم وبيزيد عبر السنين، وده كل حله هو ان احنا نشرب مية كتير بس وخلاص، وان شاء الله لا يمثل اي مشكلة ونقدر نصوم بامان. بالنسبة للمجموعة التانية اللي عندها حصى والحصى دي موجودة في حوض الكلى او نزلت في الحالب مزنوقة في الحالب، لا ده طوارئ طبية يا جماعة، مش حاجة اسمها حصى في حوض الكلى وعمل مشاكل او في الحالب والعيان يقدر يصوم، لان بنحتاج ندي كمية كبيرة من الادوية وكمية كبيرة من المحاليل، ده يستوجب طبعا الافطار. بالنسبة لمرضى التهاب الكلى الحاد، التهاب الكلى الحاد ده ممكن يبقى ناتج عن بعض الأدوية كعرض جانبي، ممكن يكون ناتج عن هبوط حاد في الدورة الدموية، ممكن يبقى ناتج عن كتابع لمشاكل جراحية أو نزيف أو غيره. لو في عندنا طبعا التهاب حاد في الكلى الموضوع مش محتاج كلام، لازم الإفطار فورا بدون نقاش. أما العين اللي عنده التهابات مزمنة في الكلى ده بيبقى فئتين، فئة بتبقى عندها التهابات مزمنة ولكن الالتهابات المزمنة دي لا تؤثر على وظائف الكلى اللي احنا بنقيسها في المعامل، يعني طبعا يا جماعة بنعرف وظائف الكلى في المعامل من تحليل البول ومن تحليل مادة اسمها الكرياتينين ومادة اسمها اليوريا، دي التحاليل السهلة، وفي كمان تحليل رابع اسمه كرياتينين كليرنس بس ده صعب ان احنا نعمله. العيان اللي عنده كلى مزمنة ممكن الكلى بتاعته بتبقى مأذية متدمرة فيها مشاكل بس مش باين على التحليل، مش معنى ان حضرتك تحليلك سليم ان كليتك سليمة، ده انت تحليلك ممكن تبقى 100%، ما تاخدش القرار ده بنفسك، لازم ترجع لطبيبك المتخصص هو اللي يقول لك تصوم او ما تصومش، ما تجذبش بالكلية، الكلية عضو حساس جدا للصيام ولانه حياته كلها بتعتمد على المية او الدم اللي بيغذيه. بالنسبة للمجموعة التانية اللي عندها التهابات مزمنة في الكلى وفي ارتفاع في نسبة الكرياتين، يا جماعة مهما كانت نسبة الكرياتينين مهما كان الارتفاع قليل، طالما في ارتفاع في الكرياتين على الطبيعي هيزيد مع الصيام، ممنوع الصيام. بالنسبة للعيانين اللي بيغسلوا الكلى، العيان اللي بيغسل الكلى يا جماعة ده بيبقى حالته الصحية غالبا بتبقى يعني في ضعف عام، في عنده أنيميا وعنده نقص في المعادن، ولا ننصحه ابدا بالصيام وهو لا يكلف الله نفسا الا وسعها، فده هو من حقه يفطر، حقه تماما. لكن بعض العيانين يقول لك انا حالتي مستقره وما عنديش انيميا والدنيا معايا زي الفل، نفسي اصوم، هنقول له انت ممكن تصوم في اليوم اللي هو ما فيش فيه جلسه، لان الجلسه بحد ذاتها ده اجراء مفطر، وصوم اللي تقدر عليه وربنا يقدرك ان شاء الله. اخيرا بالنسبة لمرضى زراعة الكلى، الناس اللي ربنا وفقهم وقدروا يزرعوا كلى،
الست شهور اللي بعد العمليه على طول ممنوع يا جماعه صيام، ده بياخد ادويه كتيره جدا مثبطه للمناعه، وكمان العضو المنقول ده لسه ما اندمجش مع الجسم يبقى الوضع حساس جدا، لا ننصح بالصيام ابدا قبل ما يعدي في حدود سنه. بعد ما تعدي سنه على الكلى المنزرعه، ولو افترضنا ان كل حاجه تمام وتحاليل الكلى الاربعه البول واليوريا والكرياتينين والكرياتينين كليرنس، الحاجات دي يا جماعه الاربعه طبيعيين، ورجعنا للدكتور المتخصص اللي احنا متابعين معاها وقال لنا نصوم، في اللحظه ديت ممكن نصوم. ودايما بتمنى لحضراتكم الصحه والسلامه، واشكركم والى لقاء جديد ان شاء الله.